صباح الخير. مهم بنات، انا غاديه نقرا يا نقرا اليوم جو صباح زوين، وديك الساعه ملي نخرج نشوف شنو غادي ندير ونسجل لكم بلوغ. يس، كنتمنى تكونوا كتسمعوني. نتلاقاو من بعد. جيت نصاوب الزيف ديالي، ما عرفتش هاد النهار علاش هاد ما يعكس تيخسر ليا، ما عرفتش علاش. المهم هذا هو الزيف المفضل عندي، اللي البنات اللي كتسولوني هادو راه تلقاهم في دنيا شوب، نخلي لكم في لابادار. هلو جيرلز، انا يلا خرجت من القسم ديال الانجليزيه، كنت نجرب معاكم نبراكتيكي معاكم. المهم خرجنا ناخذ استراحه، انا كندير المورسو ديالي حيت ما كنفطرش مزيان في الدار، كناكل شويه خبز وزبيده صافي في البرد، هاد البرد زعما وصافي. دابا عاد باش كناكل شي حاجه ومن بعد ندخلوا القسم ديال فالنسيانو. هاد النهار هذا كنقراو غير انجليزي وفالنسيانو، وكنفضل الصراحه انجليزي على فالنسيانو لاني فالنسيانو ما كنفهم فيه حتى شي حاجه، ما كنقش والو، ولكن الانجليزيه شويه صراحه ماشي بحال العام اللي فات. العام اللي فات جاتني صعيبه، هاد العام الحمد لله شويه، ولكن الفالنسيانو سي الفالنسيانو مع العام اللي فات تقريبا ما قريناهاش، واخا كانت ولكن ما كناش كنقراوها، كنا كنمشيو غير نسمعوا. وهاد العام قريناها وكاين امتحان، وصراحه هز عليها الهم بزاف بزاف بزاف، وكنقراو غير ساعه في السيمانه، تخيلوا البنات شدني خلع. وصافي دابا انا غادي نكمل المورسار وغنمشي ندخل عاوتاني القسم. صافي البنات، انا خرجت دابا من القسم وغادي نمشي نشد التران، غنمشي نوجد شي حاجه للغدا. المهم القسم شويه صراحه فالنسيانو كما قلت لكم ما كنفهمو والو، جاتني شويه صعيبه القضيه، ولكن قال لي المعلمات زعما ما تشوكيش من حقاش غادي ديري، غادي تفهمي مع الوقت وصافي. هذا غنحاول. البنات فين ما شفتوني كان كنت بان لكم كنصاوب الزيف، لحقاش الزيف هاد النهار عصبني ما عرفتش علاش، ديما كيبقى مقاد اليوم ما عرفت مالو. المهم كاع موريتكم شنو لبست اليوم، لبست الجاكيطة هادي من عند شي، هاد التريكو هذا من كيابي، السبرديلة. بالنسبة للبنات السبرديلة انا غنخلي لكم في لابغدانفو من عند من خديتها، من عند واحد البنت في الانستغرام كتبيع سبرديلات الريبوك ديال فيلا ديال كاع لي مارك تتبيعهم تماك، غنخلي لكم الانستغرام ديالها في لابغدانفو. شاكرا مشا لي من هنا. وبالنسبه للجاكيطه كما قلت لكم عند شين، نشوف الا باقا غنحط لكم لي ديال لا باغدانفو. تريكو خديتهم كيابي من البلاصه ديال الرجل، خديت الطايه 5 اكس ال وصافي. والسروال ابيض عادي، هذا جديد يلا خديته من بريمارك، من هادوك اللي كيديروا يمكن مابقيتش عقلت واش 8 ولا 14 اورو. صافي هادشي هو اللي لبست البنات، والزيف ديالي من دانيا شوب كما قلت لكم، تا هو غنخلي لكم في لا باغدانفو. والبوليس دازو يلا دابا غادي نمشي بحالي. ها هما البنات شفتو، نوريو لكم عن قرب لبستهم ياد، صراحة مريحين مريحين بزاف في اللبسة والله. شوف البنات الجو واعر اليوم. بنات يلا وصلت تحتي، سخفت الصهد 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 الصهد، الصباح تيكون البرد وهاد الوقيته كيكون المود ديال الصهد. المهم كما كتشوفوا حتى صوتي بان فيه، ملي حتى قربت للدار باقي جوج دقائق يمكن نوصل للدار، عرفت منين معنزة بحال هكا. بقات لي جوج دقائق ونوصل للدار، نتفكر اليوم السوق وكدير بالي هاد الصباح هذا ملي نخرج من المدرسه نطرق ناخذ سميتهم الفواكه. ما عرفتش نقول لكم الديسير، الديسير هي كلشي، الحلاوه والفواكه وكلشي. المهم خديت الفروته لحقاش دانيا كتعجبها الفروته وكنخصني نديرها لها للمدرسه، كنحاول نديرها لها هكا في الصباح باش ملي كتشوف الوليدات كياكلوا كتبغي هي تاكل معاهم، ماشي بحال في الدار. واخا هاد اليامات ولات كتبغي بزاف التفاح كتقول لي مامي ابل ابل، قلت لها انت كتعرفي انت الانجليزي احسن من ماماك. المهم خديت لها العنب الكحل هذاك اللي ما كيكونش فيه العظم، حتى انا كيعجبني صراحه، ما كنحملش هذاك العنب اللي كيكون فيه العظم، مي هذا صراحه في الماكله لذيذ حلو، ومع ما كان ما فيه العظم حتى شي حاجه كيجي لذيذ. وخديت البنان وخديت لها البطاطا هذه كتعجبها حتى هي، والتفاح خديت ليها التفاح الاحمر باش نوريكم، خديت لها التفاح الاحمر. كنا نحاول ناخذهم لا صغار بالحق ما لقيتهمش، لقيتهم غير الكبار، لان ما انا ما عنديش مع الفروته كيف ما قلت لكم، بالحق نحاول نبقى ناكل نحاول، وخا ديما كنقول نحاول ما كناكلوش لهذا كناخذ زعما صغارين باش هي تاكل صغيره صافي، وحده كبيره ما غاديش تكملها. لقيت غير الكبار قلت صافي ماشي مشكل، هي هذه نبقى نقسم وحده انا وياها ونقول خصني ما نضيعش ناكلها. وصافي البنان البنات هادشي اللي خديت، لقيتهم جابوا اليوم في السوق هذاك البنان الصغير كيحمقني حلو حلو بزاف بزاف بزاف، وخديت منه واحد الكيلو ولا ما عرفت كيلو شي حاجه ما عقلتش، المهم هو قدامي. وصافي هادشي اللي كاين، دابا غنوجد شي حاجه للغدا، يمكن غنوجدها لي بات، ما في صراحه ما ندير حتى شي حاجه، سخفانه وبغيت شي حاجه اصلا تكون بالزربه، بغيت نطلع نسجل لكم فيديو، ما حدي لابسه حوايجي وداك الشيء، نسجل لكم واحد الفيديو
ونخليه واجد باش ان شاء الله نحط لكم هاد السيمانه وصافي نمشي دابا نوجد غدا يا رفيق المود ديال الجوع. شوف بناتي دنيا يلا كتفطر كتاكل داكشي درت لها المورسو. قلت لكم يلا مامي قلت لكم البنات سولتوني على هادي خديتها لها من الكاريفور وروحت لبنت ولادنا. مالك يلا سوبي سوبي هنا لوغي ما تخافيش شوفي اش تعرف البصل هنا هايدي عطيني لي زيد حمقى. شوف هذاك الشيء درت لها المرصار هي اللي كتاكل دابا في مريندا. علاش ما كتاكليش داك الشيء في المرصار؟ علاش ما كديتيش قايطات في المرصار؟ علاش ما كليتيش قايطات؟ علاش ما كليتيهمش في المرصار؟ بوركي نو لاس كوميدا المرصار على ورا ديال المرصار مالا الكولي زوين دنيا الكولي زوين لبسي لنا بنات نانيا فرحتي وجدت لك بطاطا بطاطا زوينة يحضري راح لك التليفون ممكن تهضريش مع مامي. جات اول حاجه البنات هزات بطاطا ولقات التليفون فوق الطبله هزاتو بالحق دابا غندي هاد النعس واحد شويه ندير واحد لاسيست حق جن راسي ضرني وتا هي كيما كتشوفوا راه عيانه كنحاول نبقى ندير واحد السياس ديال نص ساعه حتى ساعه باش بليت نعس مزيان ياك مامي نمشيو نينيو نمشيو نينيو. يلا بنتي تحط التليفون نحطو التليفون يا بنتي يلا صافي يلا يلا بنتي هاكا كي راه طفيها مامي طفي التليفون مويان كوابا يلا يلا نمشيو البنات ندير لاسيس من بعد نتلاقاو. بنات ما سجلت لكم والو من قبيله لانه صافي صراحه ملي كندخل كنحيد الزيف في الدار وهذا ملي كنكون ندير بلوك كنعكز نهز التليفون ونبقى نسجل لكم بحال هكا. مهم دابا الليل نعس الثانية نعسات حقاش قلت لكم قبيله درنا لاسيست فقنا مهم درنا الكوتي ديالنا تعشينا وما بغاتش نعس ديالي ونعسات شويه مع الطلا لانه نعسات بالنهار نعسنا صراحه اكثر من ساعه ضربت حق التليفون ما حقني الوقت ما قديتش نوض ولا نبقى نعس حتى هي بقات لانه عيات. المهم كما كتشوفوا جده هنايا نقيت ليها الليمون لانه في الصباح كان عاجز يعني كنوض ديما بالوقت مزير شي مرات اغلبيه المرات خصوصا اليوم الناس معطله يعني الصباح غادي نبقى نقول نسيت 5 دقائق نزيد 10 دقائق حتى في الاخر كنوض كنتجاره. ودرت ليها هنايا مانداري لحقاش كتحمق على المانداريينه غنحط ليها العصير. اليوم درت ليها في الصباح اليوم سجلت لكم في الصباح شنو صوبت ليها حطيت ليها اكتيميل ودرت ليها كرواسون يمكن درت ليها عاوتاني كوكيز ما كتعقلش نخرج وما عقلتش. المهم سجلت لكمش ديما كندير هاد الحاجات لانهم كيخرجوا جوج مرات للريكريو. لهذا اليوم غندير لها الليمون وغندير لها التفاح كيف غنحط لها درت ليها بنان اليوم سي يومين هادي كندير لها البنان والتفاح كما قلت لكم ما نقيهش دابا غير حطيتوه هنايا باش الصباح ان شاء الله ما ننساش ونقي لها ديك الساعه الصباح دغيا دغيا ونحطو لها هنا مع هاد المانداريين غنحط لها العصير وغنحط لها كرواسون صافي هذا هو المورسو ديالها. وبالنسبه للغدا كتغدى تماك يعني معنا كنجي مع الطلام القرايه يعني ضروري ما تبقى تغدى تماك. البنات هانتوما كما كتشوفوا هنايا ديري ليهم اورغانيزي ليهم شنو كل مره شنو غادي يتكال وهذا كما كتشوفوا ديال هذه ديال برشلونه اللي كنصيفطات ليا حبيبه ديالي هاجر لك من قناه هاجر لك بوسه كبيره كنتي كتشوف حبيبه هذا البلوغ. المهم اليوم 18 كما كتشوفوا اورغانيزين كاع الشهر كله كل نهار شنو كاين في الماكله و ابي فين 18 هذا غدا ياكلوا ماكارونيز رابي وغادي يديروا سلطه فيردي وفروتا ديال تيمبو. انا كنكثر ليها فروتا لانه قدرت في المدرسه ما تاكلهاش في الغدا ولكن في الالمورسو سي كتاكلها لانه انا عارفه كتاكلها في ديك الوقت عزيزه عليها. التفاح ضروري كيعجبها واخا تعطيوه لها حتى في الغدا كتاكلو. وصافي البنات كما كتشوفوا هذا مكان يلا البنات صباح الخير طلعوا راسكم مشي ناني بونوي.